ما عنديش شك انه يعني بنسبه 100% في قناعه عند الكوكب كله النهارده انه الدوري الانجليزي هو اهم بطوله محليه بتقام على مستوى الكره الارضيه. والتحول اللي حصل الحقيقه في تاريخ البطوله انها بقت نمره واحد وقدرت تتفوق على بطولات كبيره جدا زي الدوري الايطالي والاسباني والالماني والفرنسي، وبقت قبله اهم المدارس التدريبيه في العالم، تجربه تستحق ان احنا نقف عندها خصوصا في الناحيه التدريبيه. بتتكلم على اهم اسماء المديرين الفنيين على مستوى العالم، مش بس فكره النجوم ومش بس فكره البطوله نفسها والمنافسه ومستويات الكره بتتقدم في الملاعب الانجليزيه. تعالوا نشوف القصه هناك بتدار ازاي. النهارده معانا طبعا كابتن ناثن الخطيب، كان مدرب واتفورد السابق وحاليا هو مطور المدربين بالاتحاد الانجليزي، هيكون معانا في السادسه طبعا من خلال الفيديو كونفرنس. بدايه طبعا كل الشكر ليك على مشاركتك، واهلا وسهلا بيك معانا في السادسه. اهلا وسهلا كابتن احمد، جدا سعيد ان اكون بين اهلي واخواني في قناه الاهلي واهلي في مصر، وهذه اول مره اظهر على قناه مصريه واتشرف ان اكون مع قناه الاهلي اليوم. الشرف لينا، واتمنى ان احنا نستفيد كمان من واقع خبرتك ونحاول ناخد صوره كامله عن كيفيه اداره فكره او مدرسه اداره او تطوير المدربين في الدوري الانجليزي. بس قبل ما اروح لده خليني اتكلم معاك كوره شويه. وهل بتعتقد انه ارتيتا السنه دي مع الارسنال هو مفاجاه الدوري الانجليزي، وهو واحد من المدربين اللي نضجت تجربتهم بشكل كبير جدا مع ارسنال السيزون الحالي؟ أعتقد تجربة أرتيتا في أرسنال هي ليست وليدة اليوم أو مفاجأة لليوم، لكن هي وليدة آخر 4 5 سنوات من خلال عمله مع أحد أفضل المدربين في العالم اللي هو بيب غوارديولا. أعتقد هو أولا تشبع بنقول المدرسة، لكن الطرق الإسبانية المستحببة حاليا واللي سيطرت على فترة طويلة على أوروبا، وبعدها انتقل لألمان سيتي وكان مع احد افضل المدربين. هذا لا يعني انه ليس دور والى الافكار. وانتقل لارسنال، ارسنال اعتقد من الانديه اللي تصبر على المدربين بشكل جيد. انتداباته الذكيه فيها بدايه الموسم، اعتقد 5 لاعبين عالج المشاكل الكثيره اللي صادفها في الموسم الفات، ومنها على فكره تم بيع 40 واعاره 40 لاعب تقريبا من ارسنال في بداية الموسم. فهذا أعتقد هو نتاج عمل صار له أكثر من 2 سنين وليس وليدة اللحظة. طيب خلينا يعني أفهم منك أكتر طبيعة دورك اللي بتقوم بيه في الاتحاد الإنجليزي، وإيه هي فكرة تطوير أداء المدربين، إزاي ده بيتم، وإزاي ده بينعكس كمان على قوة الكرة الإنجليزية كمسابقات وكمنتخبات؟ الهويه الانجليزيه تم اكتشافها قبل تم وضعها نقول اكتشافها تم وضعها قبل حوالي 15 سنه. هذه الهويه يسموها ايفولفنج، تتطور بشكل مستمر، يتم تحديثها بشكل مستمر، لكن اسسها باقيه نفس المسار. هو عندهم وضوح في عمليه كيف يريدون ان يخلقون لاعب جديد، كيف يريدون ان يخلقون هويه للعب. على ضوء هذا الاساس قرروا انه اذا ردنا نخلق لاعب على مستوى عالي جدا جدا ينافس اسبانيا والمانيا والفرق الكبيره في العالم، علينا ان نخلق مدربين ممتازين. على ضوء هذا واجبي كمدرب انه بعد يعني فتره طويله في حوالي 8 سنوات في العمل مع الانديه والتدرج يعني في الدورات التدريبيه، وهذا الشيء اثار انتباهي فقررت ان اقدم. وواجبي اي واجبي هو الحالي هو عمليه تطوير كيف نطور المدربين. المدربين طيب يقدمون على الشهادات وبعدين نبدي نعمل معاهم. طيب انت ذكرت جزئيه مهمه جدا حابب برضو نقف عندها بالتفصيل، فكره الرخصه التدريبيه. يعني ايه هي اليه الحصول عليها، وايه الفارق، ايه الفوارق من ناحيه فكره الرخصه A و B و C؟ انا عارف انه في اكتر من ليفل او اكتر من مستوى للحصول على الرخص التدريبيه، وايه هي اليه الحصول على الرخص دي؟ يعني ايه هي الاجراءات او الكورسات او الخطوات اللي لازم مدرب يجتازها عشان يحصل على الرخصه التدريبيه؟ في لو نتحدث فقط في انجلترا، لازم اولا احنا ما في عندنا شروط صعبة. لازم يكون عمرك 16 سنة أقل، هذا أقل الحد الأدنى. حتى لو كنت عامل ما له علاقة بالعمر، إذا عندك 30 40 50
حتى لو 60 عجبك تعمل كورس كوره ما في اي مشكله، فتقدم على السي. السي هي تعطيك البيسك، الشيء الاساسي في عمليه فهم مبادئ اللعب وعمليه كيف تضع وحده تدريبيه فعاله في تطوير الافراد اللاعبين وليس تشكيلات الفرق وكيف ما نشوفها في المباريات الكبيره. تمام. البي تبدي تدخل في يسموها اكثر امور تكتيكيه، حتبدي تدخل شغل في مو فقط افراد، في الوحدات مثل الوحده الدفاعيه، الوحده الوسط، الخط الهجومي، وعندها تبدي تعمل على الفريق. في الاي هي اهمها، يعني تركز فقط على الجانب الاستراتيجي والتكتيكي في المباريات، كيف يتم تطويرها في هذا المجال. هل بيطلب الاتحاد الانجليزي، او انا طبعا اكيد بيطلب بس افهم كيفيه المطالبه دي، هل بيطلب الاتحاد الانجليزي من الانديه انه يبقى في شروط مثلا انه المدربين اللي بيعملوا في الدوري الانجليزي في البريمير ليج غير الشامبيون شيب غير الليج 1 انه يبقى في رخصه تدريبيه معينه ملزمه ليهم، ونفس الامر ايضا ينطبق على المنتخبات الانجليزيه المختلفه؟ على فكره خلينا شويه نكون يعني نكون واضحين في عمليه البريميوم ليج والتشامبيون شيب. في انجلترا وحدها يوجد 18 دوري، 18 18 دوري. دور 18 دوري، وهذا ال 18 دوري اكو حوالي اول اربعه هم يسموه البروفيشنال ليج، الدوري المحترف، اللي تمام هي البريميوم ليج، التشامبيون شيب، الليج 1 وليج 2 والناشونال ليج. قد عملية العمل في الأندية المحترفة لازم يكون عندك مينيموم بي لايسنس، مينيمم بي مينيموم لايسنس، اللي هي مينيموم رخصة بي بي. لايسنس، الرخصة بي مثلا الإنجليزية، يعني اللي هو تصدر عن مسمى الاتحاد الأوروبي. ايوه وعندها تكون عندك البي مينيموم، هذا تأهل لك أن تشتغل في الأكاديميات المحترفة، وليس الهواة وليس المدارس تمام. وليس اللي بتاع الفلوس، لا لا، دول هم تتعامل مع نخبة النخبة. تمام. أما تعمل بالفريق الأول اللي هم 18 وأنت طالع، يعني 18 23 فريق اي الأول، لازم يكون عندك، لازم، مستحيل يكون عندك، ما تعمل، صعب جدا، إلا اللهم لو كنت لاعب محترف في الدوري الإنجليزي، يضع بعض الاستثناءات. طب لو كلمتك مثلا عن الرخصه بي او عن الرخصه ايه، ازاي يعني انت شرحت لي طبيعه المحتوى اللي المدير الفني او المدرب بياخده عشان يجتاز او يحصل على اللايسنس دي، طب خليني افهم منك اكتر المحتوى ده مرتبط بايه، وهل ليه فترات زمنيه محدده، هل ليه اختبارات بعد ما يتم الدراسه او يتم حضور الدورات التدريبيه دي، هل بيتم مثلا اختبارات عشان يحصل على الرخصه دي؟ مثلا انا هتكلم لك عن تجربتي الخاصه في شهاده الاي. مثلا اولا لازم تعمل في نادي محترف لانه ما ممكن تحصل مقعد. ثاني يكون على الاقل عندك خبره سنتين ثلاثه في الانديه المحترفه، عندك تجربه جيده. تدخل، لما قدمت اني مثلا شخصيا كان عدد المتقدمين 900 مدرب في انجلترا، 900 على شهادة لي، المقاعد التي تم اعطائها فقط 120 في السنة، أي فكنت محظوظ انا. هذا لما تنقبل تدخل على مدى سنة كاملة كورسات اونلاين حضوريا وفي الملعب تطبيق. عندها يضع الاتحاد الانجليزي مطور من جهاز التعليمي أي يراي يزورك تقريبا كل شهر او شهرين، ينطيك حوالي سنه 6 اشهر الى سنه يتم زيارتك وتقييم عملك، يشوفك على ارض الواقع، يشوفك شلون تتاقلم بالتمرين، يشوف سلوكك كمدرب، ما اقصد السلوك الاخلاقي، لا لا، السلوك، التعامل مع اللاعبين، في فكرك، يشوفك انت كيف تحقق هدفك بالوحده التدريبيه في عمليه أي تطوير اداء الفريق وهكذا. عندها عندما تصل يسموها عندنا 10 نقاط رئيسيه، عندما تصل 10 هاي النقاط الرئيسيه، مثل نقول
يعطوك صحة لها، أنت تجتاز تجتاز الشهادة تحصل. العلمية. يعني عرفت أو قريت يمكن من ايام من ساعات بسيطه، يعني يومين او ثلاثه بالكثير، انه النجم المصري محمد النني المحترف في صفوف ارسنال حصل على الرخصه التدريبيه بي، بس اعتقد انه حصل عليها من الاتحاد الاوروبي. افهم منك ايه الفرق وايه اللي تعرفه، يعني ممكن تحكي لنا برضو الكواليس والقصه الخاصه بالنجم المصري محمد النني. بالنسبة للاعبي الدوري لاعبي الدوري الإنجليزي المحترفين اللي هم الأربعة اللي تكلمنا عليهم، هؤلاء عندهم يسموها هيئة اللاعبين المحترفين. هذول هيئة اللاعبين المحترفين يتم رعايتهم بشكل مستمر، ويضعون لهم كورسات خاصة بهم فقط، يعني مش ما يقعدون معانا في الدورات. هؤلاء يتم تسريعهم. ليش؟ بسبب تجربتهم الضخمة مع مدربين عالميين، مع ضغط البريمير ليج، مع تجربة البريمير ليج، مع لاعبين على مستوى عالي، ففكرهم كخبرتهم كلاعبين تسعفهم في أن يتم تسريعهم أيوة. لعملية الوصول لهذه المستويات. شفنا في السنوات الأخيرة نجوم عرب كتير تألقوا في الملاعب الأوروبية ومع أكبر الأندية وحققوا ألقاب كبيرة جدا، منهم طبعا النجم المصري محمد صلاح، منهم رياض محرز، أشرف حكيمي، حكيم زياش وغيرهم من النجوم. ده على سبيل اللاعب العربي، لكن هل تتوقع أنه ممكن يكون في مدرب عربي بيدرب أو بيتولى مسؤولية واحد من الأندية أو المنتخبات الأوروبية الكبيرة؟ ولا ده حلم صعب شوية؟ هو لازم نحلم أول شيء حتى نكون، لازم نحلم صراحة، لكن أنا أشوفه صعب جدا صعب. والسبب الأندية الإنجليزية أو الأندية المتقدمة في العالم كلها أصبحت أندية مال وتجارة. لما تجيب شخص فلان وفلان لازم يكون عنده خبرة في إدارة أمور الأموال واللاعبين والتكنولوجيا. هؤلاء دول المدربين عندهم، وعندهم ايضا علاقات كبيره وعندهم تجربه. ما ممكن، احنا عندنا مثل عربي يقول راس المال جبان، فانت لازم تجيب الرجل المناسب في المكان المناسب. هاي كابتن التجربه يحتاج لها وقت، صحيح، يحتاج كابتن لها وقت. ناثر الخطيب طبعا مطور المدربين بالاتحاد الانجليزي ومدرب السابق لنادي واتفورد الانجليزي، كل الشكر ليك على مشاركتك وكل التوفيق ليك في مشوارك التدريبي باذن الله. شرفتنا على شاشه الاهلي وبشكرك على مشاركتك معنا في السادسه. تشرفنا وشكرا لدعوتكم الكريمة، وإن شاء الله شكرا يكون اللقاء مفيد للجميع. شكرا جزيلا ليك.